في الشتاء والصيف ظروف مناخية صعبة في الحياة البرية. الشيء هذا صار من الماضي بعد ما اعتمد محبي الطلعات والكشتات على الغرف المتنقلة وصاروا ما يستغنون عنها. زرنا أحد المختصين في صناعة الكرفانات وكشف لنا تفاصيل صناعتها. أول ما تبدأ بالشخص، أول مفصل التعمر اللي هو الجسر اللي نسميه احنا الشخص، وبعدها نبدأ عاد اللي هو توزيع الحديدة الأرضية. بعد ما يتم تثبيت حديدة الأرضية كامل على الشاص، يتم عاد رفع الكرفان وبنائه. طريقة تصنيع الكرفان تعتمد على المقاسات اللي يطلبها العميل ونوع المحور الأساسي مثل الشرايح والشنكو وأكيد الشكل المناسب. الكرفانات طبعا أنواع كثيرة نفصلها، في عندك الشينكو، عندك الشرايح، عندك المودرن، عندك المغرب الديكور المغربي، هذا انواع كثيره عاد نوريكم اياها بشوي. وعندك الفوتركات من كونتينرات وفوتركات متنقله. صناعه الكرفانات صارت على مدار العام ولا تحكم بوقت معين، لكن اكثر الطلبات في فصل الشتاء للاستمتاع وللحمايه من البرد الشديد في الحياه البريه.